بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكي التوسل تلقى بينكم ورانا قن توسل التوسل ورانا قن المعنى وليك أقسام شاختين وليك بنين شاختين وليك أفات شاختين وليك أنواع شاختين و نلقى ابنت أول إن شاء الله مباشرة وردو أريو لفرنوكم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوسل تعريفه لغة من الوسيلة، وهي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به. اصطلاحا شرعا هي اتخاذ سبب مشروع يقرب إلى الله تعالى. نان قابلين لغة لي لغة عرب ود التوسل ورا معناها قن من الوسيلة في الأصل. إن شيء أنت استخدم رخ وأنت استعمل رخ وأنت إسرخ نيد كانت أكان جاي رخبو كهدف سجى رخبو نين جن وسيلة أنت استخدم رخ ناين مثلا نتدل أكان شيراو جابير جربوك نتد أتريا جابير جربوك السودان جابير أمريكا جابير جربوك أكان جابير جربن وسيلة نيد استخدمها هنا جابد جوال جن جوال وسيلة جابد جن اتصال متعام قابل خلا أن ترجع وسيلة أنت استخدم رخوة أنت إسرخوة أني قابل عن جوالكم. فبالتالي وسيلة تقول ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به نين سكر دعوبه نين لتراه برخوبه قن نين لغت لي. فالأصل هي اتخاذ هي اتخاذ سبب مشروع يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شارع لها توصل سنعد جالسك صحوك سبحانه وتعالى معناها نقن سبب مشروع يعني محرم حقه مكروه حقه ولي اعتقاد فاسد لقى سلاخ توصل سنعت توصل سلاخبو مشروع اكن نا سنعتني وذوك اني سنك ورايس تخون ووسيلتي السكن هي جارلي وقع سحوكا جارلي سوك سحوكا جارلي قرباوكا سنعت معناها اكن نان بيندوق نقلنا ورنقن مشروع ورنقن غير مشروع توصل لي إن أقسام نيولير إن أنواع نيولير إن شاء الله. طيب أقسامه قسمان، لين قسم لي قسم ساق برضو توصل لي لين قسم شاخ لين أبانا شاخ لين أكان لي وانزاق. توصل مشروع وتوصل ممنوع. التوصل المشروع ورنقن في أخوة نوع شاخنا توصل المشروع، لا أخوة التوسل باسمي باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفته أو صفة أو 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 صفة من صفاته. التوسل باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. نين لارجن توسل سمو جارود ورصفتني صفات لود ما درك معنا يستوس سنك نسنك. التوسل بعمل صالح قام به الداعي، يعني الإنسان ان دعاء اساخ وان تقرب جار الاساخ جار تقرى جرباق اما عمل صالح انت سرحه بنين كدو وسيلة قن. يعني التوسل بدعاء رجل صالح حي، يعني انسان صلاح كم يجبو دعاء كان ادعو لنا معاك يا شيخنا يرنو وري ادعي يا امي وري يا ابي وري يا اخي وري يا ابني وري يا صديقي اي واحد ندعاء اساخه بلك نينر مشكلة اخلاني ما نين نسي اخوانين جائز قن باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته بالعمل الصالح أو بدعوة من الرجل الصالح وهو حي. ناس يا أخوانين يا أخوان أنواع التوسل المشروع وغن. التوسل الممنوع تلفرنوغن. التوسل المشروع الممنوع ورنغن. التوسل الممنوع وهو التوسل بغير الأمور الثلاثة المذكورة في التوسل المشروع، ومن ذلك الناس يا أخوان نا مشروعين نا انقد بر يلد اريق صنعت باسماء الله حقاخ وصوف بصفاتي حقاخ كدو بعمل صالح عمل صالح انت سرح حقاخ وري انسان قروة صالح اخوينا صالح انسان صالح
دعاني أحقاق نيا حي وانونسك نسى يا أخواني وافقنا وطيبو معنا أن توصل دين توصل ممنوع جن أنواع نوار كذا شيء أخوريك حبتون قانون لهم جن سيخوهم بكم نونا توصل ممنوع لدر كذا توصل ممنوع سيخوه بنا شخص سيخوه أخوات شخص سيخوه حاجات مبكم قانون لهم التوصل إلى الله تعالى بحق أو بجاه الأشخاص ندعاني ونعمل صالح هذا حقي نجاهد وريني تراخد. طيب الدعاء والنظر للأولياء الصالحين نا بقاني إنكي شيخ عبد القادر جيلاني سجن نا بقاني مصطفى حسن دخرة سجن نا بقاني فلان فلان سجن نا نين ستة علوية سجن نين ستة عبد نين ستة عبد الله سجن نين يا ستة فاطمة سجن قليل ونا نطق حاجات نين برخة نين الكدو توصل ممنوع الذبح لأرواح الأولياء والعكوف حول قبورهم نا مكون كرود نا أرفف لي جلونا نا أرفف لي طوافسنا ما نا نيد برخنا نا نيد ترخبنا نين سنعد سبحان الله يعني ممنوع قل نا نهبني توصل ممنوع دي توصل مشروع دي ثلاث سنين له نا أقسام سيا لأن كان قسم نحن توصل مشروع توصل مشروع أن مشروع سياسي خوا نقاد لتن يكون لهم كذا التوصل الممنوع سياسي خوا نقاد لتن يكون لهم نهابني اختصار الدون لهم بنكون ني معناها توصل بن نان الذبح لغير الله تلفر نوغن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه.